البنات، السلام عليكم. كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات، اليوم بغيت نوريكم واحد القفطان بالطرز بالماكينه. انت واحد الاخت هانتوما غادي نوريها لكم. شوفوا كي دايره الخدمه، كي دايره. هذا قفطان الكحل، دايره له في الصدر هكا ومجات لتحت. ها كيفاش درت له؟ درت لي هاد ثلاثه، هاد اربعه ديال الوريضات هكا، واحده لتحت واحده لفوق، نفس الشيء الاخرى هكا. شتو؟ ما ديوش على ديك الروينه. هانتوما عاوتاني جات هنايا في الكم، في الكم ها كيفاش دايره له. دارت جوج حتى في الكم، دارت جوج خلاص. وفي الظهر، في الظهر ها كيفاش دارت، شتي هاكا قبضتها بالفيليد باش تبان الفورمه. هانتوما هادي بالماكينه، خدمتها بالماكينه ماشي باليد. المهم اليوم درت لكم الماكينه، راه غادي نحط لكم واحد الدرس كيفاش كتخدم بالماكينه ان شاء الله. المهم هابطه بالسفيفه حتى لتحت، السفيفه ديال الصبس الذهبي. خلاص دخلت لي الحجيرات، درت الباطو، درت هاد الحجيرات، هاد الحجيرات كبارين، وخلاص دايره هاد لي ستراس ديال الحبات. المهم هذا هو الشكل ديالو حتى لتحت. كيفاش درتها؟ المهم كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو البنات. يلا تهلاو لي فراسكم، يلا بسلامة. درت لي هاد الدره سترتها حتى هي. المهم البنات كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، هذا الطرز. بغيت ندير لكم حتى الطرز، غندير لكم الصباغه، غندير لكم كلشي ان شاء الله باذن الله. يلا بقاو معايا، كاين واحد القفطان خرج جديد واعر، بعد عاوتاني حتى نصوروا لكم. يلا